السلام عليكم خوتي خواتاتي، في هذه الآونة شهدت بلادنا والعالم كامل هجوم فيروس كوفيد 19 اللي معروف بكورونا، واللي انتشر بواحد الشكل كبير وواسع، واللي قاعد يلحقنا هون في واد نون. لهذا أحبائي يجب علينا أننا نعمل بنصائح وزارة الداخلية ووزارة الصحة، لأنها هي أدرى بمصلحتنا. لهذا قعدوا في دياركم باش تحموا أهلكم وأحبابكم. كورونا ما هي جوقة، قعد في دارك احمي راسك وأهلك وجيرانك.